وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي إنه تم خلال المباحثات الاتفاق على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما أشار الرئيس السيسي إلى الدور المعتدل والمتوازن الذي يقدمه الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السامح واستقبال الطلاب الأوزبكيين للدراسة في الأزهر. اتفقنا أيضا على أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودي قضية إحنا حريصين على أن إحنا نتعاون مع أوزبكستان فيها في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله. واسمح لي هنا في فخامة الرئيس مهم قوي أن أنا أتحدث على الدور المعتدل والمتوازن اللي الأزهر الشريف بيقدمه من خلال التعليم الإسلام السمح واستقبال الطلبة الأوزبكستان لتعليمهم ذلك.